950 درهم. والحمد لله بالخطه شرت من المخطط استراتيجي، الحمد لله مخطط استراتيجي بمعنى انه الدوله وضعت السيد الملك وضعت ثقتها في مدينه قنيطرة. جاءوا شركاء وزاره الداخليه وزاره الماليه وزاره السكنه وزاره الثقافه وزاره الرياضه العمران مؤسسات متعدده وضعوا ثقتهم في مدينه قنيطرة وفي المجلس المسير واطلقنا هذا المخطط. حيت سمعت شي حدا تيقول لي ماشي اللي كيدار ماشي ديالكم ديال سيدنا، راه المهم كان ديال سيدنا. ما عرفتش انا كيفاش الواحد وصل به لهذ الدرجه اللي كيتحدث بهذه اللغه. المهم كان ديال سيدنا، ماشي كدير وزاره الثقافه ديال سيدنا، كدير وزاره التجهيز ديال سيدنا، كدير وزاره الفلاحه ديال سيدنا، يعني سيدنا ديال يعني. ولكن سيدنا خصو الرجال اللي غادي يحاولوه يخدموا معاه، النزهاء اللي كيحرصوا على المال العام، اللي كيجيبوا برامج، اللي ما كيديروش تجزئات باش يوزعوا البقع، ما كيصرفوش في الصفقات، كيجمعوا الضرائب. سيدنا باغي ها الناس اللي يخدموا معاه، ما راه كلشي ديال سيدنا. كنستغرب لو جاءت انسان عادي وشي واحد عادي تقول قال يعني فور باش تجي مع ناس عندهم جنبهم كيسيروا بلا ما نقول لكم كيسيروا كيسيروا قول بمعنى ان الناس خارج الطريق فقط. سمحوا لي لو فيكم البعض كيشير بما اللي جات في الدوشه، ماشي كيف انت في المعارضه ولا انت ما تصدقش مع الرباح ولا ما كيعجبكش هاي ما كيعجبكش تبقى تقول اي كلام. لا بالعكس، يا ربي يا ربي كل مره يزورنا سيدنا ويدير شي برنامج جديد للمدينه. يا كنطلب الله والحمد لله في المسجد الداري بدو كتكون البركه والحمد لله تطلق هذا البرنامج وتعاونت معنا. ولكن راه خصك يكون عندك مجلس كيشتغل، خصك يكون عندك مجلس كيوفي، خصك يكون عندك مجلس عندك الناس حريصين على المال العام، مجلس عنده رؤيه، رؤيه كون ضريت تمشي مدينه قنيطرة. هذه الرؤيه التي كانت غائبه لمده وانتم قطعتوا هذه الصور، ما فيش جداد على مدينه قنيطرة. قنيطرة كادت ان تنسى من الخريطه التنمويه ديال المغرب، كادت ان تنسى من الخريطه التنمويه ديال المغرب. ولكن الحمد لله في 10 سنوات رجعت لها الجاذبيه ديالها، رجعت لها التنميه ديالها، رجعت لها الحركيه ديالها، فيها نقاش عمومي، فيها الحمد لله هادشي انتم كتلاحظوا.